السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي التمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد الهام شنال. الغسل ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بالقدمين أو بالرجلين، فإن شاء الله غتخلصوا من التشققات، غتخلصوا من الخلايا الميتة، من السواد، من البقع، من الحبوب الصغيرة الكبيرة، من جميع المشاكل الموجودة في الرجيلات. بواسطة هذه الوصفة رائعة جدا لتبييض القدمين ورجيلات ديالكم، وايضا حتى انكم غادي تحمرهم ولا غادي تحسوا بداك اللون اللي هو غوز بيبي، دوك الرجيلات هكذا اللي كيكون فيهم كما كنقولوا الدم. فوصفه زوينه البنات بزاف، نتمنى تنال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم. قبل ما نمشيو نتعرفوا عليها نبغي نرحب بكم نتوما اول حاجه، وليكم مرحبا بكم حبيباتي الغزالات ديالي المتتبعات الوفيات ديالي، مرحبا بكل ومرحبا بالجميع، مرحبا بكل من كيتابعنا وكل من كيزورنا. فما تنساوش الضغط على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باش هكذا اي فيديو نزلته في القناه يجيكم اشعار بانني نزلت فيديو، وايضا تفعلوا زر الجرس، زر المزاور لكبسه الاشتراك حتى هو كبسوا عليه، وايضا خليوا لنا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، الاسئله ديالكم وكل ما كيتعلق بكم خليوا لي في الكومنتير، باش حتى انا اي وصفه عجبتني ولا نالت الرضا ديالي نجي نشاركها معكم في القناه، وحتى نتوما كذلك اي وصفه عجبتكم خليوها لي في التعليق، وان شاء الله بدوري شخصيا نجربها، واكيد الا عجبتني لا غوسيت غادي نجي نشاركها معكم في القناه. وبسم الله على بركه الله باش ما نطولش عليكم اكثر، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه التحضير وطريقه الاستخدام. اول مكون غادي نحتاجوا له ان شاء الله في هذه لا غوسيت هذه، غادي نحتاجوا الى الفازلين، سواء الفازلين العادي او الفازلين الطبي على حسب المتوفر عندنا في البيت اولا في المنزل ديالنا. غادي نحتاجوا ايضا الى الخل، هنا خديت خل المائده يعني الخل العادي. غادي نحتاجوا ايضا الى سكر سنيده، غادي هنا السكر الابيض يعني السكر الخشن، ممكن تعويضه بالسكر البني. وغنحتاجو ايضا الى الدارسين اولا القرفه، حتى هي رائعه الرجيلات كتعطيهم واحد اللمعان واحد الاشراقه لا تعد ولا تحصى. وغادي نحتاجو ايضا العكر الفاسي ولا دم الغزال للجمال الشعر والجسد. طريقه الاستخدام كتوضعي القليل مع عكر الفاسي او دم الغزال مع ماء ورد او الحامض او الحليب ديال البقر الطبيعي، يعني في عده وصفات طبيعيه مختلفه. هادشي اللي كاين، هادو هما العناصر اللي غنحتاجو، يعني صراحه عناصر بسيطه رخيصه ورائعه في المفعليه ديالها ولا في المفعول ديالها. بعد ما تعرفنا على كل هاد الاشياء ندوزو دابا لطريقه تحضير الوصفه. فبسم الله غادي ناخذ واحد جوج معالق ديال السكر سنيده مع كميه ديال الدارسين يعني واحد الملعقه اولا القرفه. البنات حاولوا تهبطوا لتحت وتعملوا لي واحد لايك كبيره البنات باش هكذا تزيدوا تشجعوني باش نزيد نبحث ونقلب على الوصفات الطبيعيه، لانه اكيد البحث اللي كيكون ديال الوصفات الطبيعيه راه كيكون بحث شويه طويل خصو بزاف ديال الاشياء، وكان بحث مع ذلك باش نجيب لكم كل ما هو جديد. اهم حاجه هو نرضيكم نتوما، فحتى نتوما حاولوا تزيدوا تدعموني وتشجعوني غير بواحد اللايك. غتلقاو زر اللايك موجود اسفل الفيديو، فعملوا لي لايكات لايكات وبارطاجيو الفيديو مع الناس العزاز عليكم باش هكذا حتى هما يستافدوا. فدابا غادي ندوز باش نضيف كميه من الخل، باش نخلطوا الكل. فبعد ما ضفت يعني الخل كما كتلاحظوا الخل العادي، دابا غادي نضيفوا الكميه ديال الفازلين المناسبه. فبسم الله
تحاولوا تخلطوا مزيان الوصفة. انا غادي نزيد نضيف ديك الكميه ديال السكر سنيده، بعد ما خلت الوصفه مزيان صبحت بهذا الشكل هذا، فهي جاهزه للاستخدام. ولكن انا غادي نضيف ليها كميه من هذا العكر الفاسي او ما يسمى بدم الغزال، باش هكذا يعطينا واحد اللون، يعني كميه قليله فقط ماشي كميه كثيره. هانتوما يعني ضفت كميه قليله جدا وكنخلطوا الكل. مزيان، وها هي الوصفه جاهزه للاستخدام. ما علينا الا نطبقوها على رجيلات ديالنا مزيان ونحاولوا نقشروا بهم هذه الوصفه، ومن بعد كنخليوها واحد المده ديال 4 ساعات تقريبا، ومن بعد كنغسلوا رجيلات ديالنا بالماء الدافئ والصابون، ومن بعد كنرطبوهم باي زيت بغينا. الزيت اللي صراحه ننصحكم به، انا صراحه كنستخدمه، هو زيت الجليسيرين. بعد ما كنعمل تقشير، وصفه فيها تقشير وتبييض وترطيب، فكنحاول زيت الرجيلات ديالي بهذا الزيت الجليسيرين، رائع البنات، عنده عده فوائد وعده مزايا، ننصحكم به تبقاو تزيتوا به الرجيلات ديالكم. مفيد للاظافر، مفيد للجسم، للوجه، اليدين، الرجيلات، يعني فين ما استخدمتوه كيعطي فوائد وكيعطي مزايا. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم رائعه جدا، نتمنى البنات بارطاجيوها مع الناس العزازين عليكم، مع الحبيبات ديالكم، مع الصديقات ديالكم، مع الامهات ديالكم. وصفه كتستحق التجربه، كتخلي الرجيلات فيهم رائحه زوينه كما كنعرفوا على الدرسين ولا القرفه، ريحتها قويه وزوينه. ايضا كتبيض، كتقشر بعد ما كتفركوا بها الرجيلات ديالكم وكتزولوها، يعني بهذه الطريقه هذه بحال كتقشروا ايضا، ف كتلقاو انه داك الاوساخ ودوك الشوائب كيتزولوا مع داك القشور اللي غادي تقشروا بهاد لا غوسيت هادي رجيلات ديالكم. يعني وصفه كتستحق منكم تجربه، رائعه جدا، سواء استخدمتوها في الحمام في البيت، يعني كتعطي نتائج مذهله منذ اول استخدام. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انكم تجربوها في القريب العاجل وتبارطاجيوها مع الناس العزيزين عليكم، ونشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.